السلام عليكم البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اللهم صلي وسلم على الحبيب المصطفى. اليوم ان شاء الله غندير واحد الفقاس في متناول الجميع، اقتصادي وعلى بركه الله. بسم الله غنبداو نديرو بعدا واحد القريصه ديال الملحه، ندير واحد المعلقه ديال الزبده، نزيدو عليها كاس ديال السنيدة. هاد الفقاس اقتصادي، ماشي فيه شي مكونات كتار، زعما يقدر اي انسان المهم يديرو لواحد دوازاتاي، وهذا زعما ما فيش المقادير كتار. كتحكي ديك الزبدة مع السنيدة غير واحد شوية، نزيدو عليها كاس ديال الزيت، كاس العنبة، العبار ديالو هو كاس العنبة. نخلطو واحد شوية ونبداو نزيدو. عندنا ثلاثة البيضات، ما درتش المقادير، ما قلتش لكم المقادير من الأول، غنبدا نحط ونذكر لكم المقادير باش الفيديو ديالنا ما يطولش. بطبيعة الحال البيض كنديرو ليه هكا باش لا تعود تكون شي وحدة من هادي ولا يطيح لينا شي هادي. أما دابا هنا ثلاثة البيضات، نخلطو حتى تندمج العناصر. نزيدو دابا خمارة، هي كاينة خمارة، اللي بغى يخلط الخماره مع الطحين يخلطها. كاينه باكيه فلون، اي نكهه بغيتي هذه هذا الكراميل، وكاينه الزا فاني، كل واحد شنو تيقول لها. نخلطوا العناصر حتى تندمج مع بعضياتها. نديرو النافع، شوية النافع، نديرو كاس ديال الجنجلان. كاينين مقادير كتيرة ديال الفقاس، ولكن هذا واحد النوع من الأنواع، لأنه هو فيه تهوى أشكال وأنواع. نكونو ديك الساعة أنا غربلت الفورص، ونحط حدايا القياس ونشوف داكشي اللي غادي يجمع ليا. ما فيش مثلا غنقول لك ها شحال ديري واش ديري، كتبقاي حتى كيتجمع لك الفقاس، حيت كل طحين وكيفاش، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. نتمنىكم دعموني وديروا ليا لايك وتشجعوني باش نستمر تانا. هاد الفقاس راه اقتصادي ان شاء الله، ملي غادي تشوفو غادي يبقى دائما غديرو، لان ما فيش شي مقادير كثيره. كيف ما قلت لكم راه الطحين كتغرب ليه باش ما كيبقاش فيه دوك الكويرات، وباش المهم يتغربل باش كيجي ساهل في الخدمه ديالو. فهذا ماشي حيت كنقول لك هكا، لان لغربلتي راه كيكون ثاني فيه في شحال من حاجه كتكون كتحيدها، ولكن التغربيل كيحيد دوك الكويرات. واخا كاع كيكون مغربل ومحطوط، ملي كنجيو نخدموه كنغربلوه.
من بعد ما جمعنا الفقاس ديالنا وحربلناه بحال هكايا بحال هكا على هذا الشكل هذا، غنزوقوه غادي ندهنوه بنكهه الكراميل والبيض، الصفر ديال البيض ونكهه الكراميل. بغيتي نكهه الكراميل، بغيتي نكهه القهوه، ما عندكش ديري غير نسكافيه والبيض، راه كتجي زوينه وكتحيد هذيك الريحه وهذيك ديال البيض، وكتجي اللون ديالو كيجي محمر. هانتوما غنديروا بهذه الطريقه، وكتكوني سخنتي الفران باش ملي كدهنيه كتدخليه الفران. غنتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيب لينا باش نوريكم الطريقه ديال التحمار ديالو. السلام عليكم. ها هو بعد ما دهناه، ملي دهنتو درت هاد الخطوط هادو درتهم بالفورشيط ودخلت طاب. ملي خرج درت واحد المنديل فيه الماء، سردته بالماء وغطيته به حتى شرب واحد الساعه د المكانه، وعاد غنقطعو باش ما تكونش فيه الخساره بزاف وما يكونش يتفرتت بزاف، وعاد غنحمرو وغتشوفوا الطريقه النهائيه ديالو. هو الفقاس ديالنا بعد ما خرجناه من الفران استفناه في هذا الطبيصيل، ها هو داك المقادير اللي خرجنا اللي درنا قبيله، راه هو هذه الكميه اللي خرج. ها هو زوين، مقادير بسيطه، ونتمنى اللي ما عمرو دخل القناه ديالي يدخل ويدير تفعيل الجرس، يدير لي لايك، يدير اشتراك، ويدير لي شي كومونتير زوين، وشكرا لكم، الله يعاونكم.